وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإخوة الكرام والحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنوان هذه المحاضرة هو آية عظيمة ختم الله تبارك وتعالى بها السورة العظيمة سورة النحل، ويقص الله سبحانه وتعالى فيها شأن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فهذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن نبي الله إبراهيم هي من أعظم الصفات التي يسعى إليها المؤمنون. وذكر الله سبحانه وتعالى ووصف الله عز وجل عبده ونبيه وخليله إبراهيم عليه السلام بهذه الأوصاف، قال العلماء لفوائد: منها أن يقتدي به من جاء بعده، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبد بصفات فإنه يطالب الإنسان بأن يقوم بهذه الصفات، لأنها صفات المدح وصفات الكمال في الإنسان. ثانيا، يبين الله سبحانه وتعالى مقام نبيه وخليله إبراهيم حتى يجله العباد وحتى يحترموه حق الحرمة وحتى يجلوه ما يستحق من الإجلال عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات، وحتى يعلم العباد أن الله عز وجل يحب هذه الصفات. فربنا سبحانه وتعالى قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فأول وصف وصف الله سبحانه وتعالى به نبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه أمة. وتدور عبارات المفسرين في معنى الأمة في هذا الوصف لإبراهيم عليه السلام أنه الإمام الذي يقتدى به، وأنه الرجل الجامع لصفات الخير، كما نقل العلامة ابن كثير رحمه الله: إن إبراهيم كان أمة جامعا لصفات الخير، وأنه كان يقتدى به. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فهو أسوة للمؤمنين وقدوة حسنة يقتدي بها المؤمن، قانتا أي طائعا لله تبارك وتعالى. وهذا من معاني القنوت، أن من معانيه الطاعة والدوام على الطاعة، قانتا لله، طائعا لله، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اليهود والنصارى اختصموا أيهم ينسب إلى إبراهيم، ربنا عز وجل قال لهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ولذلك أنت تجد في نبي الله إبراهيم صفات الخير في نفسه ومع ربه تبارك وتعالى ومع بقية الخلق. إبراهيم عليه السلام أحسن إلى أبيه
الذي كان يصنع الأصنام وكان من دعاة الباطل والضلال، خاطبه بالأسلوب الحسن وقال له: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فكان هذا النبي الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قدوة يقتدى به في جميع أموره في الدعوة إلى الله. وهذا يفيد أن الإنسان إذا خاطب أباه، خاصة في الدعوة وأمور الدين، بل وفي غير ذلك من الأمور، أنه يخاطبه بالتي هي أحسن، ولكن لا يترك دعوة أبيه بحجة أن هذا من العقوق. يعني لو زول يا أخواننا يتكلم مع أبوه وبالأسلوب الحسن وبين له أن الذهاب إلى الكهنة والعرافين أو أن الذهاب إلى الدجالين والكذابين والمحتالين أن هذا من الباطل والضلال وأنه من محبطات الأعمال، فإنه لا يكون عاقا لوالديه خلافا لاعتقاد كثير من الناس. وأيضا لما جاءه الضيفان، ربنا سبحانه وتعالى قال: قالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فما لبث أن جاء بعجل شنو؟ سمين. فقربه إليهم، ده أخوانا يدل على كرم الأخلاق. ناس منكرين ما بيعرفهم، لا يعرفهم نبي الله إبراهيم، وكانوا هم الملائكة، جاءوا في هيئة البشر فاستقبلهم بالحفاوة. وده فيه يا أخوانا دليل على إنه ما في أحد غير الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، ما في أحد. لأنه لو كان نبي الله إبراهيم عليه السلام يعلم أن هؤلاء ملائكة لما ذهب وذبح لهم هذا العجل السمين ثم قربه إليهم وقال: ألا تأكلون؟ لكان هذا من العبث الذي ينزه عنه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ففيه دليل إنه إذا كان ونبي الله إبراهيم في المرتبة في أولي العزم الخمسة من الرسل، وثاني أولي العزم الخمسة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهو لا يعلم الغيب، بخلاف اعتقاد كثير من الناس اليوم. يقول لك الولي بيعلم الغيب. يا أخي نبي الله إبراهيم الملائكة جو في هيئة البشر، مشى طوال ضبح ليهم وقرب ليهم الأكل وما عرفهم أنهم من الملائكة حتى أعلموه. شوف الكلام ده كيف. ففيه أيضا كريم أخلاق نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قرب لهم. دائما أنت الضيف لما يجيك أول حاجة بيجي بتكرمه بالموجود وتقرب له الأكل، لأنه قد يكون عنده نوع من الاستحياء، تقرب له الأكل والطعام. فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ تفضل يعني تعالوا أكلوا. فهذا من كريم الأخلاق. وغير ذلك من المواقف العظيمة القوية. وكذلك انظر إلى شجاعته عليه الصلاة والسلام، حيث كان وحده وهو يجابه قومه ويناظرهم في التوحيد، براه. عشان كده من معاني الأمة أنه من كان على الحق وإن كنت وحدك، من معاني الأمة
من كان على الحق ولو كنت وحدك. ناظر قومه فأقام عليهم الحجج القوية والعظيمة التي سيأتي بعضها إن شاء الله. ولذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما يقتدى به. ولذلك أخوانا الإنسان لما يتصفح القرآن يقتدي بهؤلاء الأخيار. ربنا قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما أجملها من رفقة وما أحسنهم من أسوة يأتسي ويقتدي بهم الإنسان. فربنا قال إن إبراهيم كان أمة جامعا لصفات الخير حنيفة. إن إبراهيم كان أمة قانتا طائعا لله سبحانه وتعالى. وهكذا حال المؤمن يا أخوان، لأن الدنيا دي ما معروف متى يستمر فيها الإنسان وكم عمر الإنسان، فيستغل هذه الأوقات في طاعة الله جل وعلا. كما قال السلف يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. فالإنسان لابد يغتنم، والأيام هي الخزائن بتاعت الأعمال. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني أثر عنه أنه قال يعني اعملوا قبل أن تندموا، أو كما قال فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. تاني ما في، عشان ما تورط روحك ساكت، لابد تعمل. أسي الليلة الإنسان في الدنيا نجيط، بيعمل تمام ويكد ويقرأ ويدرس ويتعلم الحرف حتى يعيش حياة كما تسمى حياة كريمة، عشان يأكل لقمة عيش ويعيش مستور أو يتزوج أو غيره من الأمنيات التي يتمناها الإنسان في الدنيا. فيعمل ويكيد، أما في الآخرة تلقاه تفريط. ده غير التاكلين الشغل على الفقرة، يقول لك جيناك يا كاب الهمل لا دنيا لا دين لا عمل. أنا عازمك أفتى ولا جيناك يا كاب الهمل لا دنيا لا دين لا عمل، بس يقول لك شيوخنا ديل من هنا والجنة طوالي. كويس يا ناس، انتوا بتلعبوا على روحكم. ربنا سبحانه وتعالى قال وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب العمل الصالح. العلماء قالوا الباء هنا سببية وليست بالمعاوضة، يعني انت ما بتدي العمل الصالح عوضا عنه بدوك الجنة، لكن لأنك أطعت الله وعملت الأسباب ربنا يضاعف لك حسناتك وبسببه يدخلك الجنة فتنال رحمة الله. لكن ليس هذا من باب المعاوضة، إنه أنا عملت ادوني بدل الجنة. لأن الإنسان مهما عبد الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مقصرا. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. والله أخواننا الإنسان لما يقرأ النصوص دي يتعجب، بشر مخلوق بني آدم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك أمسك فوقي وأنا بدخلك الجنة، زي ما جاء في كتاب اسمه النور البراق في مدح النبي المصداق حق الطريقة الختمية. قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي، لو مسكت في الفكيه، قال نال المرام بلا ريب وإشكال. أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. شوف الكلام ده كيف، وشوف الأنبياء كان حالهم كيف، وشوف الصالحين من الصحابة ومن بعدهم كيف كان حالهم. ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. خشوع وخوف وخشية من الله سبحانه وتعالى. وربنا قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ناس كانوا بيعملوا الأعمال الصالحة وخايفين إن ربنا سبحانه وتعالى ما يتقبل منهم.
شوف أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يعني لما تلت قول الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون الآيات الأخرى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قالت أما السابق للخيرات فقد مضوا، وأما أنا وأنت فالظالم لنفسه. شوف الكلام ده كيف. ولذلك أخوانا الإنسان يكثر من الطاعات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وفي لفظ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فكلما يا أخوانا تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، زي ما كان واحد من السلف بيسأله من كثرة الأعمال ومن كثرة الأعمال الصالحة من تلاوة القرآن وتعليم الناس والصدقات إلى آخر، كان بيقول لعل العمل أو الكلمة التي أدخل بها الجنة لم أقلها بعد. شوف الكلام ده كيف، قانتا لله إبراهيم عليه السلام، حتى يتعلم الإنسان من هؤلاء الأنبياء والعظماء عليهم الصلاة والسلام، يتعلم منهم الأخلاق والخصال، ويتعلم منهم الصبر، ويكون ذا علاقة بربه تبارك وتعالى. قال حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، عشان كده ربنا قال ولم يكن من المشركين. ودائما يا أخواننا القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام في غير ما سورة من القرآن بتلقى أغلب القصة بتتكلم عن التوحيد. أمسكها من سورة الأنعام، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال العلماء وقد ناظر إبراهيم عليه السلام قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والذين كانوا يعبدون الكواكب، فقطع حجة الذين يعبدون الأصنام السفلية والكواكب العلوية، والتي في سورة الأنعام حاجهم في عبادتهم للكواكب. ربنا سبحانه وتعالى قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، من باب المناظرة ومن باب إبطال الحجة بتاعة قومه، قال هذا ربي، فلما أفل أي فلما غاب واضمحل وذهب قال لا أحب الآفلين، لأنه من صفات الإله أنه زي ما قال الإمام الطحاوي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. ربنا سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الذي له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها موت ولا زوال. ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأما جميع الخلق من الكائنات الحية والجمادات وغير ذلك فكانت معدومة ثم أوجدت ثم هي إلى اضمحلال وزوال وأفول، عشان كده قال فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني ما ممكن يكون من صفة الإله أنه يضمحل ويذهب. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يعني عبادة الآفلين دي ضلال. شوف الحجة دي قوية كيف، وإبراهيم عليه السلام ينقلهم بالتدريج. قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، ده أكبر واحد. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، عشان كده السجود ما بيجوز إلا لله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حق الله عليها. الليلة بتلقى العبادة العظيمة دي السجود، تلقى كثير من الناس بيصرفوها لغير الله، سجود عديد لغير الله، تلقى ود المرين داك ناس راكع الليو وناس ساجد الليو،
تلقى بتاع طابت المات قبل فترة ده فهمته، تلقى ناس ساجدين له سجود عديل، سجود الجبهة والأنف في الواطة، وهو قاعد في كرسي ها ومالي الكرسي ومدفق وراضي بالكلام ده، طاغوت من الطواغيت، راضي متكيف جدا، سجود لغير الله. الشمس مخلوقة، عبد المحمود نور الدائم مخلوق، البشر مخلوقين، ما بيجوز تسجد لهم، ومن الشرك بالله أن تسجد لهم، دم عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا هذا التوحيد بظلم أي بشرك. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بذاك، أولم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ربنا قال الذين آمنوا أي وحدوا الله وخلعوا وتركوا وكفروا بعبادة غير الله من الأنداد ومن الأولياء ومن الجن ومن الشياطين، لأن يا أخواننا العبادة ما إلا تقول الله أكبر، نويت أن أصلي الظهر أو العشاء 4 ركعات لأبويا الشيخ زعيط بن معيط، ما إلا تكون كده العبادة دي، ما كده إلا تكون عبدته، ما إلا تمشي تقول أنا ماشي أحج لفلان، وإن كان قالوها حج عديل، لو مشيت بجاه سوق الشعبي الخرطوم الطريقة البرهانية بتلقى فيه طواف ومنزلينه في الموقع بتاعه اللي بيدعو به والناس للطريقة حقته، تلقى ناس طايفين بالقبر بتاع الشيخ، فهمت؟ يا أخي أنا زمان قبل ما نعرف التوحيد زمان مشينا الصابونابي ده في ولاية سنار، مش يا شيخ أحمد؟ كويس. بعدين الزول ده اليوم بتاع الحولية مشينا دخلونا القبة، لففونا كده القبة واستلمناه باليمين بالعكس، فهمت؟ والله ما فاهمين حاجة يا ناس، لافين كده 7 أشواط بنقرأ في آية الكرسي ونتم نشيد العالم، شغلة فارغة، فهمت؟ هوس ولعب بالدين ونقل وإخراج للعباد من عبادة الله إلى عبادة غير الله. يا أخ ناس مساكين، يا أخ ناس ضيعوهم، ناس ورطوهم، ناس مساكين يخلوه يمشي للزول الفقير الزول الضعيف الميت، يخلوه ينادي غير ربنا سبحانه وتعالى ويعبد غير الله جل وعلا، عرفته؟ فربنا سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا أي وحدوا الله ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في الدنيا والآخرة. والأمن المطلق العلماء كما قال الشيخ ابن عثيمين بحسب إتيانهم بهذا التوحيد، فلو جاءوا بالتوحيد وابتعدوا عن المعاصي وأتوا بالطاعات فلهم الأمن المطلق في الدنيا والآخرة، الأمن من عذاب الله والأمن مما يضرهم في دينهم، وفي الآخرة الهداية، في الدنيا الهداية إلى الصراط المستقيم وفي الآخرة الهداية إلى الجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عشان كده ربنا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
وانظر في سورة الشعراء ربنا سبحانه وتعالى قال واتل عليهم، يعني أقرأ عليهم، واتل عليهم نبأ إبراهيم أي خبره وشأنه وذكره إذ قال لأبيه، وده أخواننا يدل على أن شأن إبراهيم عليه السلام والشأن العظيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ده شنو ده؟ ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. شوف بعدين الحجة دي قوية كيف. قال لهم نحن عندنا أصنام، صور نحن بنعبد من دون الله، نصرف لها العبادات من دون الله زي الدعاء وغيرها من العبادات، والصور دي كانت حجارة في زمان إبراهيم، أما في زماننا فهي صور معلقة، تلقى صور وفي ناس يتخصصوا بدل ما يطبع عليه شجرة مثلا أو يطبع عليه نهر كده زول يعلقه خلفية شما من ذوات الأرواح، يقوم يجيب لك الصور بتاعت الفقرة، تلقى الدكان زي صالون الحلاقة وذاتهم ناس ما تطمنوا ذاته، تلقى ذاك مفلفل شعره وذاك ما عارف ليك عامل لك شنب كبير يقول لك ده بشنب الناير، ولي اسمه بشنب الناير بيولع بالليل ولا الحاصل شنو، فهمت؟ وذاك بضلع عن حديد وذاك بعصاطا سيف وذاك ما عارف ليك شنو، وكلام فارغ كله صور. ودي الليلة الناس بيعتقدوا فيها، تمشي تخش الأسواق، تخش المحلات التجارية، تخش بعض الشركات الخاصة والمصانع الخاصة، وكثير من المكاتب والمرافق بتلقى ورا صورة بتاعت فكيه. يا أخ واحد حكى لي قصة، قال الشيخ قال لي أبوه كان زول مسؤول وكده بدري الكلام ده، قال وكان البرعي بيجي في البيت بتاعه، فقال أنا جيت وكان عنده مشكلة داري يمشي أمريكا فهمت اللوتري وكده ويقرأ، قام أبوه قال لي بس الليلة الشيخ جاء، قال لي جيب، قال لي مالك ماشي أمريكا لوتري؟ قال لي خلاص جيب الجواز، أداه الجواز قام عمل له ضربه كده، قال لي كده خلاص أمرك مقضي. مشى مصر هناك دقوا له ختم أحمر، تاني مش مصر بغادي تاني ما يقدر يمشي. هوس ساكت يا ناس، هوس ناس بيعتقدوا عقائد زي دي، عقائد زي دي، والحمد لله العقيدة دي جزاه الله خير شغلة دي خلاه وعرف الكلام وعرف التوحيد وعرف الحق، فهمت؟ فده كل أخواننا باطل بيضللوا به، والناس صور بتاع الشيوخ يقول لك يا سلام شايف أبويا الشيخ ده قاعد هنا، معناه الزباين حيكتروا. هوس ساكت. بعدين هو ذاته الفكيمة مجرم يا أخ، من أسوأ الكلام الذي اطلعت عليه ما جاء في طبقات الضيف الله في ترجمة حسن وتحسونة، البرعي قال في كتاب علام الطريق حسن سيدي أبكم، حسن فوق الكون متحكم، حسن كم فتح متبكم، حسن كم شنو كده متكمكم، المهم فقال يعني الزول ده قال جات واحدة وبعدين قالت لها الشيخ والله طبعا أنا شغالة دعارة وكده ولا ما دي الزباين، قال له طيب ما شاء الله كويسة، المفروض الشيخ ذاته ينصحها يقول لها بنت الحلال شغلتك دي ذاتها ما ياها، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الطريق بتاعه ده زي ما قال ابن الخيم طريق بتاع مرض، طريق بتاع فقر في دنياك كويس، طريق بتاع ظلمة وجه، طريق بتاع وحشة في القلب إلى غير ذلك، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويبين لها وإنه من يستعفف يعفه الله وإنه الرزق عند الله سبحانه وتعالى، وذاك طبعا ما ده بس داري يأكل البياض أي حاجة بيشتغلها. قام كتب لها ورقة قال الزباين قال لك بيجوا يقفوا بالصف، والله مكتوب في كتاب اسمه طبقات والضيف الله بخصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان، طبع 3 طبعات تقريبا، في طبعة قديمة صفراء وفي طبعة بتاعت جامعة الخرطوم دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، وفي طبعة ثالثة حقت الدار السودانية للكتب. الطبعة الأولى دي حقت حاج مضوي طبعها في مصر من مكتبة مضوي في ود مدني، 3 طبعات. قال الزباين كتروا ليه بتاعت الزينة دي بفضل الحجاب في عقيدتهم
والحجاب ده شرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة، التولة ده حجاب المحبة، شرك. فهمت؟ فده يعني مشى، مشت بعد فترة قال لك الورقة انقطعت، فمشت تجلدة، مشت لعاطل ثالث. طبعا الشغلة دي زي الدكان، الموبايل ده أسي فينا شغالين كفرات، فينا شغالين شواحن، وفينا شغالين صيانة. فهمت؟ وفي ناس بيشتغلوا جديد، وفي ناس بيشتغلوا مواسير. الشغلة دي ماشية سوق. فهمت؟ وتجارة برضو الفوكة يا ديل، في واحد بيكتب البخرة، فهمت؟ في واحد بيسجلك في الصف، وفي واحد بيجلد لك الحجاب، وفي واحد بيمسك المريض بيكتموا له نفسه ويولعوا له شطة لغاية ما يموت. الشغلة برضو تجارات. مشت لذاك قالت له جلد لي الحجاب، قال فتح الورقة كده قال لها بنت الحلال ده شنو ده؟ قالت له في شنو؟ ما بتقريه. قال لها الكتب لك الكتاب ده منه؟ قالت له ده أبويا الشيخ حسن وتحسونا. قال لها طيب ما نبذك كيف؟ قالت له، قال لها كتب لك حموزة مهيوبة حمراء ومقلوبة تقلب الهوبة في جزائر النوبة. ها كلام ذاته عفن، لكن ده لابد نوريه للناس، كلام وسخ، وده باسم الدين. يعني الواحد لو الكلام ده قاله باعتباره انه نوع من انواع او ضروب الادب السوداني، ساكت بس، كان المصيبه بتبقى اهون. وانا متاكد الشعب ده بقوم عليه اكثر مما يقوم عليه وهو متصوف. فهمت؟ فده كل اخواننا من الكلام الباطل والفارغ. فابراهيم عليه السلام قال لقوم: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد اصناما صور فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ بتسمعوا؟ بيسمعك إذا ناديته؟ ما بيسمعك. وطيب تناديه ليه؟ شكد النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ومنا من يرفع صوته، ومنا من كذا. قال: وكنت أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأرفع بها صوتي. أو قال: كنت أذكر الله وأرفع صوتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. فربنا سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب، يسمع من دعاه ويجيبه ويعطيه سؤله. أما المخلوق الضعيف فسمعه محدود. ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. عائشة رضي الله عنها قالت: والله إني لفي ناحية البيت، وهي تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكاد أسمع كلامها. فأنزل الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الليلة ناس يدعو في أموات مش يسمع، وما فيه حياة أصلا، حياة ما فيه، يدعوه وهو ميت، أو زال يكون غايب بعيد، ينده ويستغيث به ويستعيذ به ويصرف له أنواع العبادات والدعاء من دون الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمعك، ما بيسمعك. وتلقى الفكي ذاته أضانه ثقيلة، تقول له: فلان اسمع، جيب رغيف. الشيخ ذاته أضانه ثقيلة وعامل له عملية، فهمت؟ وأضانه ممكن يكون مركب لها سماعات كويس. نحن بنتكلم إنه ده عيب يا أخواننا، ده ما مرض ربنا يبتلي به والناس، لكن الإنسان وإن كان صحيح السمع فإنه لا يستغاث به ولا يدعى ولا يستعان به. عشان كده ربنا قال: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي ما أعطوكم سؤلكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإبراهيم عليه السلام قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لما تندهوهم وتنادوهم بيسمعوكم؟
أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال العلماء وهذه حيدة، يعني زوغان من السؤال. إبراهيم عليه السلام ما سألهم عن إنه آباؤكم كانوا بيعبدوا شنو، أو أنتوا لقيتوا آباؤكم كيف، وسألهم ليه بتعبدوا ديل، هل ديل بيسمعوكم أو بينفعوكم أو يضروكم؟ كان الجواب يقولوا لا أو أي، أي بينفعونا أي بيضرونا أي بيسمعوا، أو لا والله ما بيسمعونا وما بينفعونا وما بيضرونا. لكن لما لقوا إنه السؤال ده سؤال محكم وجواب واحد، جواب بتاعه واحد، إنه الجماعة ديل ما بيسمع. والليلة بتتحير لما تجي تفتح الكتب بتاعت الطرق الصوفية تلقى فيها كلام يشيب الراس ويدوك هالة حول الأولياء بتاعنا، الشياطين بتاعنهم ديل، تعتبر إنه الزول ده يعني خلاص كفاك كفاك. يعني مثلا هسي تشوف كتاب النور البراك، شوف الزول ده بيمدح نفسه، دي ذاته شغلة غريبة ذاته. طيب الصفحة 125 كويس، قال هذه القصيدة الشطحية قالها الخليفة أحمد بن إدريس رحمه الله على لسان أستاذه العارف بالله تعالى سيدي السيد محمد الحسن المرغني رضي الله عنه. طيب وده الكتاب حقهم، لا شتمنا زول ولا نبذناه ولا قلنا قبيلته الفلانية ولا لونه الفلاني ولا جنسه الفلاني ولا بلده الفلاني، قلنا ده كتابه، هو كتابه نشره وما نشرناه نحن. يعني لو هو كتب الكتاب ونحن شلناه ووزعناه في الأسواق وتاني جينا ردينا عليه معليش تلومنا، لكن هو براه وكتب الكتاب وقعد وتلقاه يقول لك اسمع خدت البتاعة دي كده وبالله يشوف الغلاف ده كده كويس واعمل لي زيك أسود، براو زبط الشغلة براو، فهمت؟ جاب لنا جاهزة ونحن قمنا عكسنا الشغلة وجبنا فيه وقون، فهمت؟ طيب قال رضوانه الأكبر الذاتي ورحمته عليه منه بإبكار وآصالي الحمد لله وهو المنعم الوالي ما ترجمت بعض حالي ألسن القالي. يعني قال أنا من شدة ما الصلاح بتاعي ما محتاج ذاته إنه أنا أتكلم. شوف الكلام ده كيف، ده ولي لله، في ولي يا أخواننا بقول أنا. طيب قال أنا الإمام والله ده تالت بيت طوالي، أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي. شوف شفت الألقاب دي كيف، قال السيد لسه السند الطود الذي سجدت، في زول بيقول عن نفسه السيد ها، والسند يعني هو ساند الخلائق. طبعا المنهج الصوفي يا اخواننا بربيك على الأرباب المتفرقة وقلبك يكون مشعب، عشان كده ربنا قال أأرباب، يوسف عليه السلام قال لصاحبين السجن جنو قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يقول لك البلد دي كلها عندها غوث واحد، الغوث ده الواسطة بين الله وبين خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وبعد الغوث بعد ذاك بيجوا نفرين ما بعرفهم اسمهم شنو، وبعد النفرين في الأقطاب الأربعة في أي الشرق واحد والغرب واحد والشمال واحد والجنوب واحد، بعد ذاك بيجوا الأوتاد المثبتين زي الخيمة بيثبتوها دي المثبتين الواطقل قال مثبتين، وكده انت كده فيك كان نشوف اللي بيحصل لها شنو. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ما بيصوفي ها، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي تقوم بأمره السماوات والأرض، بعد ذاك في نجبة وفي نقباء لغاية ما تحصل للمقدمين وبتاعنا العصيدة كلهم أنت تكون بتخاف منهم، تكون بتخاف من الطريقة كلها ومن الفكية كلهم، تلاوز من ذاك وأبوك الشيخ ذاك لو قال لك أعمل كده تعمل، لف يمين تلف، ما تسافر ما تسافر. يا أخ واحد بنعرفه عنده جاره ده إما مشى للفكي بتاعه زول اتخرج وأي حاجة ماشي يشتغل برا السودان، قال أنا الفكي ما أزل لي إنه أنا أمشي، داري عرس تاني يمشي للفكي، يقول لك الفكي إذا ما أزل لي أنا ما بمشي بعرس،
ولا بد الفكير قد لي الخيرة. يا أخ طيب بعد ما الفكير عمل لك الإجراءات بتاعتك دي كلها، بعد الإجراءات دي كلها ما تعرس؟ بعد ما يعرس ما بخش على المرأة إلا يمشي للشيخ يبركها، أنت داير فيها ختم بتاع جودة ولا داير فيها الغيمة المضافة؟ ما خلاص تاني في شنو؟ فهوس، هوس يا أخواننا، شرك، شرك مزروع في قلوب كثير من الناس. لابد الموضوع ده الناس تعرفه، ولابد الإنسان يا أخواننا يستعين بالله ويتكلم ولا يحتقر ولو الكلمة الواحدة، لغاية ما قال أنا الوجود الذي قام الوجود به حقا وخلقا بتردادي وترحالي، أنا الصراط القويم. الشيخ هو الصراط القويم يا أخواننا، ده شنو ده؟ ده وصف شنو ده؟ قال المعطى مني كلا الوجهين حقهما من غير إخلال، لذاك عاش جميع الكون في كنفي، فالطول طولي، الطول الغنى وكل الصفات السمحة، قال حقتي أنا، وأهل الفضل أطفالي، حتى ذات الناس الكويسين وكده ديل كلهم أطفالي وعيالي في يعني في 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 الكمالات إلى آخر، لغاية ما قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي، خشيت في الدائرة بتاعت الشيخ، دائرة الاختصاص، أو حل في حرمي نال المرامة، الشيء اللي بتطلبه أنت بلا ريب وإشكالي. وده بذكرني السمانية، قال لك الشيخ عندهم طفل، جابوا للشيخ قال لهم أسمع الولد ده أجله تم، لكن ملك الموت في الخلوة بتاعته دي ما بيمسكه، ما بيقبض روحه، فأعملوا حسابكم. قال يوم من الأيام جو لقوا الشافع مرق الخلا، جو للشيخ قال له الشيخ أها وين الولد؟ قال لهم ما لقيتوا أي؟ قال لهم خلاص شيلوا معاكم كفن، ملك الموت بيكون قبض. شوف الكلام ده كيف عقائد، والله كتاب اسمه أزاهير الرياض لعبد المحمود نور الدايم، وده الصوفية في التلفزيون قالوا الكتاب ده بالإسناد، يعني ما في ولا كضبة واحدة بمنطقهم هم، فهمت؟ تخيل ناس بيهرشوا ملك الموت، وملك الموت في أماكن الصوفية ما بخش، يا ربي الخليفة ده المسك روحه منه يا ربي، مات كيف؟ ده ما سؤال، فهمت؟ قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. ده كله كذب وباطل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر ولا وجه للمقارنة مع هؤلاء الطواغيط المجارمة، كان يقول كما أمره الله في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملأ، وربنا قال في سورة المائدة في أواخر الآيات يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. شوف ده السادات الصالحين الرسل الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا شنو؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عرفتها؟ الجن، ربنا سبحانه وتعالى قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر، أي نبي الله سليمان، كانوا شغالين ينقلوا في الحجارة ويعملوا في الأعمال الصعبة الشاقة سنة كاملة، ونبي الله سليمان مات وهو متكئ على العصا. لما جاءت دابة الأرض وهم قالين سليمان عليه السلام براغي فوقه، لأنه ربنا سبحانه وتعالى جعل لسليمان خاصة ملكا على الجن، وكانوا شغالين شغل شاق وصعب، وقالين سليمان عليه السلام حي وكان متكئا على العصا، فلما خر بعد العصا أكلت دابة الأرض تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة، لو ده حرف شنو يا صوفي؟ ده حرف امتناع لامتناع، يعني امتنع أنهم يخرجوا من المشقة ومن العمل الشاق لامتناع علمهم بالغيب. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. الصحابة ها رأيك شنو؟ ده السادات الصالحين كلهم ما بيعلموا الغيب. ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الكلام ده في سورة آل عمران في خواتيم
قصة سورة قصة أحد. ربنا قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. شوف الكلام ده كيف القرآن ده واضح واضح، لكن يجيك في تلفزيون قصيدة بمناسبة السماية أو بمناسبة الاتصال على غناء سهور أو بمناسبة استضافة داعية من دعاة الشرك، يقول لك قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، زي ما قال البرعي منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر يعلم الغيب، ده كفر بالله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. عشان كده لقمان عليه السلام قال شنو؟ قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، شوف ما دي للإطلاق يعني كل في البحر، لا يعلمها إلا هو ويعلم ما أي الذي في البر في البر والبحر وما أي وما يسقط أي الذي يسقط من أوراق الشجر وما يسقط من ورقة إلا يعلمها. ومن ورقة هذه نكرة نكرة تفيد العموم، إلا يعلمها ولا حبة أي حبة في ظلمات البر ولا حبة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. العلماء قالوا وما تسقط من ورقة يعني الصفقة لما تجي واقعة من الشجرة الهواء بقلبها مش قبل ما تصل الوطة كم قليبة ربنا سبحانه وتعالى مسطرة وعالم بها تبارك وتعالى. فإذا علمت ذلك فانظر إلى هذه الحجة من إبراهيم عليه السلام، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الزمر قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن اللي بتدعوهم من دون الله كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. وده يا أخوانا حصل لنا بيان بالعمل في السودان، البرعي قال نادوا إسماعيل الولي إنا بخض في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل في الكتاب ده، عرفته إسماعيل الولي أول حاجة عنده واحد حوار له مسكوا مجنون ضبح 80 سنة 80 سنة عمره 80 سنة وحارس القبة سنين طويلة ضبح ما قدر يحميه. بعد ده السنة الفاتت الخريف الفاتة جات المطرة هردمت البنى فوق إسماعيل ذاته بردلوب جواقع فوق ما أغنى عن نفسه شيئا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا، لأنفسهم مش لغيرهم لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذه الآية لا يملكون موتا يعني أي موت سواء كان نوم ولا الموت الكبير، وجاءت نكرة في سياق النفي فتعم ما بيملك نهائيا لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فضعاف. وده أخوانا المنهج اللي اتغرس في البلد دي السودان، بلد جاته طرق من بره، جاء واحد اسمه تاج الدين البخاري البغدادي دخل التصوف في السودان ونشروا الخرافة والاعتقاد الشركي والفاسد بين المسلمين وغيروا عقائد كثير من الناس. ودي أخواننا المأساة الليلة المأساة. فإذا انضاف إلى ذلك كثرة علماء الضلال وانتشارهم
وسكوت من ينتسب إلى هذا الحق والمكائد والتهم والإشاعات التي تلصق في دعاة الحق، فلا تسأل عن ضلال الناس. دول بيكون ذاته عشان يصل للحقيقة موضوعه يكون بعيد، يقول لك والله أنا عشان أصلكم يا أخي أنا يقول لك أي حاجة أنا جربتها، يقول لك مشيت لداك تشاني يا أخي. السودان ذاته يا أخواننا غريب، أي زول يمرق وهمة بيصدقوا فيها، بعد شوية حيمرق لنا شيخ يداوي بالواتساب. والله مش هو السودان ده، والله إلا من رحم الله. واحد بتشى الناس كلها مشت تشاهم كلهم، فهمت؟ شجرة فيهم درمان بتطلع موية مشوا طوالي كلهم. جريدة الدار جابت موية مرقت من قبر عبد المحمود نور الدائم في طابة الحيصة، حيصة هنا، قال أول حاجة شربة واحدة تشفي من جميع الأمراض، وبعد ذاك من شرب منها شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يا ناس ده حوض الكوثر، ده حوض الكوثر كويس. وكلام كثير جدا الناس مشت صدقت، وكلام ذاته عجيب. واحد يقول للناس أنا بديك حجاب بتاع اختفى، ناس بيصدقوا ويمشوا معاه. حجاب بتاع رزق، ناس بيمشوا معاه. واحد في سوق ستة اسمه حميدة، فهمت؟ ده مرق للناس قال حجاب أصحاب الكهف، وبعدين خدت له فضائل ذات عجيبة. والله الفضائل دي الزول ده لو لقاها أنا متأكد بيعمل له رغم في 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 ناس الملكية. قال لك الحجاب ده أول حاجة إذا المرأة ربطته في فخذة وعندها عسر ولادة الشغلة بتمشي، يعني ما داير لك الدايات ولا سعد أبو العلا ولا حاجة زي دي، فهمت كويس؟ بعد ذلك قال لك الزول المعوق ما عارف برضو يلبسه، والزول الفقير يلبسه، وبرضو من ناس الكشة تلبسه، والأرزاق تلبسه. ونفس الزول اللي بيكتب الحجبات ده بعد ما تنتهي الحلقة والله وامشي الأحد الجاي والخميس الجاي سوق ستة، وأي يوم يوميا شغال، يقول لك يا ناس يلا أدفعوا هنا 10,000، 10 جنيه، 5 جنيه، يقول لك الجماعة دي الكتروا في البلد لابد نحاربهم، 10 جنيه يا ناس أدفع 10 جنيه. رمضان الفات شحدهم حق العصير، والله شحد الناس حق العصير. وطيب حجابك ده بيشتغل بتين ده ولا حجابك نايم كان، فهمت؟ فهو الساكت ده كله أخواننا من الباطل ومن الدجل والشعب ذا. ولذلك أخواننا إبراهيم عليه السلام قال لهم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال العلماء كما قال ابن كثير رحمه الله قال فإن كانوا آلهة حقا فليلحقوا بي المساء، خليك دار يضروني، فإنهم عدو لي لأنه أنا بارستهم بالعداوة. بعد لما زول يبقى لك عدو بتبارزوا طوالي بشني يا أخواننا بالمساء، زي ما قال نوح عليه السلام قال يا قومي قال اجمعوا أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي فلا تنظرون. قال لهم لو صحيح شركاكم ديل نجاب خليه كيدوني أنا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وكما قال هود عليه السلام قال يعني في سورة هود قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قبل أيام برضو جايبين في الإعلام واحد قالوا فكي من كرامته إنه لما يخش البحر التماسيح بيمرقوا برا، قالوا دي من كرامته. طيب يا ناس أنا إحنا مشكلتنا في التماسيح ولا مشكلتنا في اليهود ديل اللي يمشي فلسطيني خليه اليهود يمرقوا، مالكم على التماسيح؟ التماسيح ربنا بيرزقها، أمرق اليهود ديل، أمشي خش فلسطين خلي اليهود يمرقوا. كرامات ذات فارغة يا ناس، دي كرامات حاجة ما بتستفيد منها، أولياء كلهم بتاع مضرة، ما في ولي بيجي كده يجيب في مستشفى الغلب يدي الناس قروش، ما في ولي يمشي الكلى يدفع للناس حق يوم كامل، كله بس عوج حنكك، وداك ما مشى له بين فوقه، وداك عمل كرشة دماء، وكلام كله باطل وكلام فارغ وكلام فاشل. ولذلك أخواننا شوف العقيدة دي أهم حاجة. فإبراهيم عليه السلام قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين
وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وده فيه تواضع هذا النبي الكريم، قال يا ربنا أديني الحكم وهو الرشد أو العلم، وألحقني بالصالحين أي احشرني معهم. من يا أخواننا من التلبيسات أهل الضلال لما ما لقوا دليل قالوا وألحقني بالصالحين، دي فيها دليل على إنه تنادي الأولياء. كيف؟ قال ربنا قال وألحقني بالصالحين، يظل وألحقني يعني وصلني لهم، ألحقني بهم، أحشرني معهم، عرفته؟ فده كل أخواننا من الكذب والباطل، وهناك فوائد أخرى إن شاء الله، وبعض الأسئلة نجاب عليها بعد الصلاة. جزاكم الله خير، السلام عليكم. أمين. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين. فملخص الكلام أن الله سبحانه وتعالى مدح عبده ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه كان عنده من صفات الخير ومن الصفات التي صار بها إماما يهتدى ويقتدى به، وأن من أعظم هذه الصفات كونه ليس من المشركين، كونه ليس من المشركين. وهذه الآية جاء بها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، وبين فيها أن هذا الوصف العظيم يدل على أن أهل التوحيد هم الأسوة والقدوة. ولذلك إبراهيم عليه السلام عارض أباه وعارض قومه في عبادتهم من هو دون الله، وليست المشكلة في أنه عبد صالحا أو غير صالح، ولكن المشكلة أنه عبد غير الله، وهذا هو الشرك. شكد النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله أول حاجة، وأعظم ذنب يعصى الله سبحانه وتعالى به والشرك بالله، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، الرازق وحده، الذي يحيي ويميت وحده، الذي يبعث ويحاسب وحده تبارك وتعالى. فلماذا يشرك مع الله غيره؟ عنده شنو؟ عنده شنو؟ عشان كذا الشرك ربنا ما بيغفره، كل الذنوب عسى الله عز وجل أن يغفرها إلا الشرك. عشان كذا إبراهيم في خواتيم الآيات من سورة الشعراء قال وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال، قروش ما بتنفع، ولا بنون، ما بينفعك أولادك وبيفروا منك، زي ما ربنا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته مرته وبنيه أولاده، لكل امرئ منهم يومئذ شنو شأنه يغنيه. فالناس أخواننا ما تتعلق بخيوط العنكبوت، دي خيوط بتاعت عنكبوت، واحد راجل راجليه شيخ فكي قدام إنه ينقذه يوم القيامة، يا أخو الفكي ده أنت لو قبضوك ناس الحركة ما بحلك، فكي بتاع شنو؟ ما بحلك، ما بيقدر يسوي لك حاجة، ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. عشان كده إبراهيم قال شنو؟ قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال العلماء والقلب السليم والخالي من شبهة تؤدي إلى الشرك ومن شهوة تؤدي إلى المعصية. الشبهة بتنتهي بك للشرك، ودي الدائرة إبليس، وأعظم ما يسعى إليه إبليس أن يقود الناس إلى الكفر بالله والشرك بالله والإلحاد والضلال والمروق من الإسلام.
إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا قال وبرزت الجحيم وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم أي أظهرت للغاوين المجرمين، وقيل لهم أي تبكيتا وزيادة في المهانة والعذاب، أينما كنتم تعبدون، هل سيخرجونكم مما أنتم فيه أو هل نفعوكم، أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، هل بمرق روحهم؟ ربنا قال فكبكبوا أي دهوروا أي كبوا، وزي ما قال ابن كثير الكاف مكررة أي معنى كبوا في جهنم بعضهم فوق بعض. عشان كده ربنا قال في سورة الأعراف فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي من العذاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يعني لما الملائكة تجي تقبض روح الزول الكان بنادي غير الله، بنادي غير الله، ده في سورة الأعراف بيحصل له شنو؟ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، سؤال واحد بس، وين زولك القلب يحلك؟ الختمية سفينة نوح ألحق نفسك قبل تروح، وراح زمان عرفتها؟ وكل طريقة كده، كل جماعة كده، وكل حزب كده، أينما كنتم أين شرآء؟ ربنا قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، ما شايفينهم، فقدناهم وابتعدوا عنا. ربنا قال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، لأنه يوم القيامة ما في واسطات يا أخوان، داك أبو قرون قال يوم الحلوق الكظم أبو قرون بجيش تنظم، ها؟ وقالوا واجبات الشيخ على المريد كتاب اسمه سراج السالكين لود بدر، قال ثلاثة، إنه عند قبض الروح يجيه، وعند سؤال الملكين يثبته، ويشيله من يده يقطع الصراط، ما بيعمل ولا واحدة من ذلك، هو روحه بيمرق. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، وكل ما يسأل نبي عن الشفاعة الكبرى والمقام المحمود يعتذر ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. دي الأنبياء، انت تجي تقول يعني لو في الكضبة دي لو قال يوم القلوب الكظم أنا بسوق معي جيراننا كان على الأقل بتجي كده كضبة كده، ها يعني يمكن تكون مقاسها 12 كيلو، لكن ما ممكن تجيب لي كبة قدر دي لا بتتبلع لا بتفوت، ها؟ قال أبو قرون بيجيشه يعني كل الناس الأتباع معه بيتنظم بيخشوا الجنة، يا ناس ده لعب ساكت. ربنا قال قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا طوالي مما مات، والملائكة قالت له لما بتمرك في روحه أها وينه اللي بتناديه من دون الله، زي ما ربنا قال في سورة هود فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر قوم إبراهيم وكيف كذبوه في سورة العنكبوت وذكر قوم لوط وكيف أهلكوا وذكر أصحاب مدين وذكر فرعون، ربنا قال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا منهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
بعدها ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالقرآن واضح. فزي ما ربنا قال كبكبوا فيها هم الغاوون، إن ربنا قال قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. في الدنيا كان قرابات وصداقات و يعني علاقات قوية ويدفع القروش والبياض ويفدو، أها في الآخرة كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى قال حتى إذا اداركوا، يعني الأمة الأخيرة تحصل تدرك الأمة الأخيرة الأولى، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، يعني نظام نحن ما عندنا ذنب، يعني قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، يا الله ديل السبب، فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. دي سويتوها انتم، ها شكذا ربنا قال إن الذين كذبوا بآياتنا ما سمعوا الكلام. تقول لي هذا شيخك قال هذا للكلام بتاع شيخك، ودي صورة الشيخ والكتاب مطبوع وفيه رقم تلفون ومسجل عنده رقم إيداع، وقال كلام قال روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك، أهاتوب يا زول وارجع والقرآن قاعد. يقول لك لا انتو وهابية وانتو وانتو، أها بعدين أرجع راجع إذا مت على العقيدة دي. ربنا قال فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله اختلق على الله الكذب كذبا أو كذب بآياته. جاء القرآن والسنة رداه ولو لم يكن بلسان قاله فبلسان حاله. ربنا سبحانه وتعالى قال لا تفتح لهم أبواب السماء، وهذا جاء في حديث البراء بن عازب أن المشرك إذا قبضت وانتزعت روحه انتزاعا بعد أن تتفرق في الجسد ويأتيه ملائكة سود الوجوه معهم كفن من النار ومسوح من النار، ثم يعرجون به إلى السماء فيقول أهل كل سماء لمن هذه الروح الخبيثة، فيقال لفلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. بعد ذاك ربنا بيقول يعني احشروا روحه إلى سجين، وربنا قال لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لغاية ما تجي ناقة تمرق بقد إبرة. تخيل ناقة تمرق بقد، هسي لو مرقوها عصب بس بتمرق، عصب بس بتمرق، فرتقوها الناقة دي فرتقوها عصب عصب بتمرق، ما بتمرق. معناه جنة ما في، جنة لديل ما في، عرفتها؟ ولذلك أخوانا الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويخاف ويعتبر بهذا الكتاب العظيم القرآن، ويخلع ويترك عبادة هؤلاء الأموات. فهناك ربنا سبحانه وتعالى قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، وطبعا جنود إبليس ما كلهم جن، في شياطين، وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها جوا جهنم يختصمون. ربنا قال إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين، والله نحن كنا مورطين ورطة كبيرة، تالله حليفة من أقوى أنواع الحلف بالله بالتاء، وحرف القسم ده ما بيكون حلفي به إلا بالله، لا يدخل إلا على الله، عرفتها؟ في اللغة العربية ذات تالله بس. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. عند الله وعندك سر القوم يبني وقيع الله الطاهر زندك، دي قال فكي كبير في البلد دي اسمه البرعي. عند الله
وإذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين، ما في طريقة زول يشفع علينا، ها؟ لكن الشفاعة لمن يا أخواننا؟ شفاعة لأهل التوحيد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وربنا ما يرضى إلا التوحيد. ربنا قال إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا وهو وإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم. ربنا يرضى التوحيد ويكره الشرك والكفر، وليس لأهل الكفر شفاعة. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال ابن كثير علموا أن الصاحب يشفع لصاحبه. عشان كده أنت تصاحب ظل نجير، ولو كان بيأمرك بيشيل بضايقك. في ناس يقول لك يا ظل هوي ما تباري عمك ذاك، أو ما تباري فلان ذاك، ذاك بيشغل لك. شباب يقول لك يا ظل ذاك ما تباري شغل لك، شغل شنو؟ كله اليوم كله حرام حرام، أصله ما في حلال، وإنت ما جيت محل الحلال قالوا لك حرام. إنت ما يومك كله مع البنود، ولا في الحفلات، ولا في تضيع في الصلاة، ولا قاعد مع ناس البنجو، هذا ده يكون حلال كيف؟ ده كمان ده دركة في أسفل منا، بتلقاه ماشي مع ناس أبوك الشيخ داخر منه الجبال، تلقاه لافي معاهم، عرفته؟ كله من الهوس واللعب، وضيل بيضيعوك وما بيشفعوا لك يوم القيامة. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة، يعني لو عندنا رجعتان للدنيا، فنكون من شنو؟ من المؤمنين. دارين يرجعوا للدنيا يسووا شنو؟ يصححوا الإيمان والتوحيد والعقيدة التي كان يكرهون من ينصحهم بتصحيحها. عشان كده ربنا قال في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نفس الأمنية إنه يكونوا مؤمنين. ربنا قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، لو رجعناهم للدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. واحد تلقاه ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض اجند الليل كله، ها، وكويكوري ولام الحلة ومتجرس ويلوم، تلقاه بس ودائما ده تلقاه بتاع مضرة، انت مالك ما جيتني، يلوم فينا ذاته. انت لما تلاقيه بتختاه بغادي بس تقول له، يقول لك والله بس ندي حق الرحم بس ونتخارج كويس. بعد شوية لما يلقى في روحه شوية بتاعت عافية طوالي يقول لك اسمع والله نحن البلد دي لما مشينا للفكية بقينا كويسين، وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه وشفاه. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول أذهب الباس، رب الناس أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم. سيناس يقول لك تمشي لو عندك مشكلة بتاعت عقم تمشي للزيرقاب في بحر بيجاي قطعت كبري الحلفاية، ولو عندك ما عارف لك مشكلة بتاع شنو تاكل طينة وضد الطريفي. واحد جايبينه اسمه لزيرك قال ده رئيس جمعية الإمام مالك، فهمته؟ إلا يكون الإمام مالك عقار، لكن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله ده ما تبعك أنت، فهمته؟ قال طينة وضد الطريفي، قال تشفي من السعر، قال بتشفيك من السعر، تاكل طينة وضد الطريفي، لو أكلت وضد الطريفي ذاته ما بيشفيك من السعر. داير تعال نجرب، نجيب لك كلب سعران نيخد فيك ثلاثة عضات وتعال أمشي وكل طينة وضد الطريفي. يا ناس طينة بتاع شنو؟ تقرأ رغية شرعية، عرفتها؟ أو تمشي تأخذ بالأسباب تمشي للطب الطبيب تتعالج عنده. لكن زول ميت، وده يا أخواننا للأسف دي بيعملها للأتباع، التبع طينة وضد الطريفي، طينة الحفير بتاع المكاشفي، ما عارف ليك شنو كده، القبة تحت القبة تحت الكباشي، ده للناس التبع. أما الفكيل لما يمرض لو جاته نزلة بس إسبانيا نفر، فهمته؟ وجع عين ودوا مصر، ما عارف ليك عنده وجع حصوة يودوا الأردن، وهكذا. أما الناس المساكين يموتوا هنا بس، واحد يشربوه مويه بتاعت حصوة
فهمت؟ واحد كمان يكمدوا لك عنده أزمة يكمدوا لك بخرات، يا ناس عنده أزمة، عنده أزمة يتقول الورقة الحارقين ده مصنوع في ألمانيا بخاخ بتاعكم ده، لكن لعب على الناس. فربنا سبحانه وتعالى قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ربنا قال إن في ذلك لآية، أي لدلالة واضحة على التوحيد وعلى أنه لا ينجيك إلا التوحيد، لا ينجيك. وكما قال ابن القيم لا ينجي من شدائد الدنيا والآخرة إلا التوحيد، ولا يلقي في كرب الدنيا والآخرة إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. والشرك يوم القيامة ده قصة تانية. وأما التوحيد في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لما يعني وقع نبي الله يونس عليه السلام في الشدة، ربنا سبحانه وتعالى قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسيد دعاء الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. شوف التوحيد ده كيف، اللهم أنت ربي، إقرار لله بالربوبية، لا إله إلا أنت، توحيد العبادة والألوهية، خلقتني اعتراف وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أحتمي بك وألتجي بك من شر ما صنعت، أنا أبوء لك أي أعترف وأقر بنعمتك أي بنعمك، لأنه دي نكرة مضافة تفيد العموم، بنعمتك علي، وأبوء بذنبي أي أعترف به، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده سيد الاستغفار. ولذلك أخواننا هذه القصة العظيمة في القرآن الكريم، قصة نبي الله إبراهيم، ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في مواضع كثيرة في القرآن، بل وهناك سورة كاملة في شأن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فالواجب على الإنسان أن يعني يقرأ في هذه القصص ويتأمل ما فيها من قوة الإيمان بالله ومن قوة الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن قوة تفويض الأمور لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يفرج، وأن الله سبحانه وتعالى ينفس الكروب، وأنه سبحانه وتعالى وجل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فيكون الإنسان يعني واثقا في ربه تبارك وتعالى مدركا لخيري الدنيا والآخرة. قال ما هي الطريقة الصحيحة في الدعوة في مساجد الحزبين، هل كشفهم أم الكلام في التوحيد؟ الطريقة الصحيحة هي ما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة موضع وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، فأنت تقدر ذلك، أنت تقدر ذلك، ولكن لا بد من بيان الحق. يعني حتى لو ما قلت فلان قال كذا ورد عليه وكذا، تبين المسألة، حكم الخروج على الحاكم، حكم معاونة أهل البدع والضلال، حكم مماشاة أهل البدع، تبين الحكم وتذكر فيه المسائل الشرعية إذا كان أنت تمنع وتحرم من إيصال الكلام للمسلمين. طيب ما حكم تسفيه وتجهيل آلهة المشركين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء حاكيا قول إبراهيم عليه السلام قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفل لكم أي أنة لكم والقذر لكم والهلاك لكم، هذه هي عبارات المفسرين ابن جرير الطبري والقرطبي والسعدي وابن كثير، دائرة حول هذه المعاني، القذر لكم والنتن لكم والهلاك لكم إلى آخر.
لكن إذا كان هذا المشرك يعني يسب الله، فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لكن الواقع بيقول إنه الشبهة دي أصلا بيجيبوها الحزبيين، ما بيجيبوها صوفية. حصل صوفي قلت له ما تنادي المرغني، قام سب لك ربنا سبحانه وتعالى، حصل انت زميتها. لكن بيجيبوها الأخوان المسلمين والحزبيين، صوفي ما بيجيبها. عشان شنو؟ مش عشان تسبوا وتسيوا، عشان ما تذكروا باسمه. هسي نحن لما نجي نقول قال البرعي كذا وكلامه باطل لأنه الله قال كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هل ده يعتبر من سبه؟ ده ما سب له، ده يعتبر من الرد عليه ومن بيان حاله، عرفتها؟ ومن الطعن عليه. طيب، وإذا كان هو من السب فهو من باب السب، لأنه بعض العلماء ذكروا إنه معنى السب أعم، لأنه يدخل في السب التنقص وذكر المعايب، ده أيضا يدخل في السب، فمن هذا الباب ما في إشكال. وإلا نحن ما بنذكر المعنى اللي بيدوروه الحزبيين هم، إنه نحن بنقول لين على أبوك أو كذا وكذا، لكن بنقول ده زول قال كذا وكلامه باطل وحكمه في الشرع أنه مشرك، أنه مبتدع، أنه ملحد، أنه. طيب، كيفية التدرج في طلب العلم، هناك كلام للعلماء، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، الإنسان إذا دخل الند بيستفيد، والشيخ الألباني والشيخ سليمان الرحيلي والشيخ ربيع وغيرهم من أهل العلم، فذكروا الكلام ده وانت بتستفيد منه فائدة عظيمة إن شاء الله. قال لقد عرفنا يقينا أن هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياءهم كذابون ودجالون لا غير، ولكننا نستغرب جدا عندما نجد الرجل المتعلم العاقل يؤمن بهم ويتشدد لهم، ولكن انتهى ذلك الاستغراب بعد سماع محاضرات ذلك التائب من السحر حامد آدم بأنهم كانوا لا يحيون الأموات وغيرهم من اتفاقهم مع عالم الجن، وكل من له كرامة منهم فقط عن طريق هذا التعاون مع شياطين الجن والإنس، وهذا هو سبب تشددهم فيهم. تعليقه هم طبعا الإنسان يا أخواننا كونه يكون عنده درجة دكتور أو بروف أو غيره من المناصب الدنيوية، ده ما يدل على أنه متعلم، ما يدل على أنه متعلم، لأنه العلم الممدوح يا أخواننا هو علم الكتاب والسنة، أن يتعلم ويتفقه الإنسان في الدين. فإذا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي موسى الأشعري قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير فسقى الناس ورعوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وكان منهم طائفة إنما هي قيعان لا تنبت ماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما أرسلني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. فكون الإنسان يكون معرض عن العلم الشرعي ومقبل عن العلم الدنيا ويقال ده كفاية أو أن هذا يفيد شيء، ده ما يفيد شيء. ولو كان هذا كفاية لا أفاد الكفار، زول تلقاه هندوسي فهمت ويعبد في القبر في البقر أو في جقر، والله ناس بيعبدوا في الجقور، وفي ناس بيعبدوا في الفرد، وفي ناس بيعبدوا في القروش، وفي ناس بيعبدوا في شجر، وفي ناس بيعبدوا في أنهار إلى غير ذلك، بيعبدوا مخاليق أنت بتتحير فيهم كويس. وده لو جبته لو قلت له صمم لي عربية يحيرك، لو قلت له الكمبيوتر ده الحاصل فوقه شنو يحيرك، وانت ممكن تمشي تقرا عنده طب، وتقرا عنده حاسوب، تقرا عنده هندسة، تقرا عنده بترول، وتقرا عنده تربية وإنجليزي وغيره، كل العلوم الدنيوية بتقرا عنده، لكن تلقاه بيعبد له ساكي له بقرة وينظف فوقها فهمت، والبقرة الله يكرمك إذا وسخت في محل المحل بقى مبارك، انت بتضحك من الكلام ده، لكن ده ما زول متعلم دنيا، فده ما يدل على شيء. الجهل بالدين يا أخواننا مشكلة، كذلك مسايرة المجتمع
في ناس بيحبوا من الافنديه ديل زي ما بيقولوا، يحب انه يساير المجتمع انه ده يكون راضي عنه، ذاك راضي عنه، ذاك راضي عنه، وذاك متكيف منه وكده. وللاسف الشديد حتى دخلت على من سمونا بشيوخ دين. طيب قال: ما هو اسرع واسهل طريقه لحفظ القران الكريم؟ اول حاجه يا اخواننا، القران الكريم لا شك انه كتاب الله عز وجل، وأنه الهدى والنور والعلم الذي ينفع الإنسان في الآخرة ويستضيء به الإنسان في دنياه. والإنسان إذا أراد أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، أولا عليه أن يصحح النية وأن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، ولا أن يؤم الناس، ولا أن يستمع إلى حسن تلاوته، ولا أن يقال عنه حافظ إلى آخر، وإنما يريد به أن يحفظ هذا الكلام كلام الله، وأن يعمل به، وأن ينجو به أمام الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن إما حجة لك أو حجة عليك. ثانيا، أن يختار الإنسان شيخا صحيح العقيدة والمنهج وصحيح التلاوة والمخارج، متقنا لحفظ القرآن الكريم، ويبدأ عليه، يصحح له القراءة، وهو يقرأ ولا يأخذ يعني من القرآن الشيء الكثير، تأخذ بسيط 5 آيات، نص صفحة، صفحة، ويعني يكرر تلاوة هذه الصفحة وقرايتها لغاية ما يثبت في ذهنه ويكون القرآن طلق به اللسان، ويستعين على ذلك بالكتابة. ربنا سبحانه وتعالى قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وفي فضائل كثيرة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الماهر بالقرآن أم مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طعمها خبيث وريحها خبيث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحفظ الإنسان القرآن لهذه النية العظيمة، أن يدخل به جنة الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلم ما فيه، وأن يدعو الناس إلى ما في هذا القرآن. وإذا حفظ يا أخوانا الإنسان القرآن، أول حاجة لسانك بيبقى طلق، ثانيا سبب من أسباب حفظ الإنسان من المعاصي، لأنك تسمع كلام الله سبحانه وتعالى وتحفظه، وكذلك هو سبب للعلم. يعني زول اللي بيكون يا اخواننا حافظ القران ما بيتعب في الادله في العلم، بعد ذاك الا يمشي يحفظ في السنه النبويه، فبيكون القران والسنه واللغه العربيه وجميع العلوم سهله وميسره، بس يشرح له وهو طوالي بيفهم ويربط الادله. وقد ياتي بالادله، ياتي من كلام الله سبحانه وتعالى من الادله ما لم يذكره يعني شيخه، وما لم يذكره من صنف بعض الكتب، فربنا سبحانه وتعالى يفتح له. ربنا عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الإمام القرطبي رحمه الله: أي سهلناه للحفظ، فهل من طالب لحفظ القرآن فيعان عليه. دائما يا أخوان الإنسان يشغل نفسه بمعالي الأمور، بحفظ القرآن، حفظ كتاب الله، بتلاوته، بترديده، ثم بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ف إذا فعل ذلك كان ذلك من عزم الأمور. هل يجوز لطالب العلم أن يتزوج من عمية؟ هو مش لطالب العلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. موضوع ما طالبة علم ولا ما طالبة علم، فتلقى واحدة عندها معلومات لكن خلوقها سيء، أو تلقاه منحرفة في المنهج، ولكن بذات الدين، ذات المنهج الصحيح، وتتعلم وقابلة للتعلم. ودائما انا بقول للشباب انك ما تضع في تصورك حاجه كده
واحد يقول لك يا أخي أنا دار لي وحدة تعلمني أنا ذات العلم، وأنا دي لو لقيت أنا ما بديك لها ذاته، فهمت؟ لكن يا أخوانا الإنسان يعني يطلب الأكمل وكذا، ويعني يتعاون مع أهله ويختار المرأة الصالحة التي تتقي الله سبحانه وتعالى وعندها خوف من ربنا سبحانه وتعالى وتحب أن تنجو أمام الله جل وعلا، فدي ذاتها بتبقى لك طالبة علم وبتتعلم وبيكون عندها معالي الأمور وبتعينك في دينك وتعينك في دنياك وتربي أولادك تربية صحيحة. فخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.